اسمي فالح بن زكي حنظل، عربي من العراق، ووصلت إلى الإمارات العربية المتحدة 1/3/1969. سنوات سعيدة وسنوات كلها مملوءة بالخير وبالبركة وبالنعمة، وهي تجربة كبيرة. يعني أنا جئت إلى الإمارات شاب ولم أكن يعني جئت كباحث مؤرخ أو غيرها، أنا جئت إلى هنا أحفر آبار مي. كتاب المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، لم يكن هناك من كتب كتابا يشفي الغليل عن الإمارات، فقررت أن أخوض هذا المجال. هذه صورة ما أنساها، جيدة جدا. هذا أنا في عز الشباب، وهذا الشيخ زايد ابن سلطان رحمه الله، وهذا الشيخ مبارك ابن محمد بن خليفة. في احدى المناسبات انا بيدي بيبسي كولا اقدمها لهم، فكان يعني مناسبة سعيدة الذي اتعرف واسمع عليه واسلم عليهم. هذه صورة لا انساها لكلمة لا أنساها من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد طول الله عمره. هذا سيدي صاحب السمو، هذا أنا، هذه العائلة، هذا ولدي فنار، وهذه بنتي رشا، في هذا اللقاء وأنا أحمل الجائزة التي حصلت عليها بالأعمال المتميزة في أبوظبي. أتذكر كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، قال لي: إنك بمثابة والدي. وهذه صورتي مع سمو الشيخ نهيان بن مبارك النهيان، الرجل الفاضل، وهذا ابنه مبارك بن نهيان. والمناسبة أنني ألفت كتابا عن جدهم الشيخ زايد ابن خليفة الأول. ومن الذكريات الذهبية التي لا يعني تبقى في مخيلتي وما أنساها أبدا، هي اللقاء الأول مع المغفور له ساكن الجنان الشيخ زايد بن سلطان النهيان.